عبد الرئيس. خلوني ان انا يعني اوجه لكم الشكر معالي الامين العام واستاذي اللواء طلحه اللي احنا نقدره ونبجله ونحترمه لعلمه. يعني احنا من الجيل اللي اتعلمنا من وانا يعني هتكلم الاول اقول الهزيمه امتى؟ الهزيمه عندما تقبلها. الهزيمه عندما تقبلها. انا عايز اقول لكم ان حاله الهزيمه كانت حدث هزيمه في الميدان العسكري، انا بتكلم على 67. لكن خلي بالكم حاله التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو عندما خرج المصريين 9 يونيو، مش كده؟ عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا لا. انا عايز اقول ايه، ده كان امر بالنسبه للواقعه الهائله بتاثيراتها الضخمه جدا على مصر وعلى الجيش وعلى حتى الامه العربيه كلها، كان هائل. لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش يشوه الفكره دي، لان في ناس كتير يقول لك ايه دي كانت مترتبه، دي كانت مترتبه الخروج. لا، المصريين خرجوا عشان يقولوا ان مش قابلين الهزيمه والجيش خلصان والاسرائيليين موجودين في سيناء كلها. اذا اول نقطه عايز اقولها لكل من مهتم بالقضيه وعايز يعرفها، القضيه مش بدات في 73، القضيه بدات في اعقاب الضربه، في وسط حاله الالم والهزيمه خرج المصريين وقالوا لا احنا مش واستحملوا من 67 ل 73 ظروف هائله وضخمه على كافه المستويات. صحيح كان في دعم عربي، لكن كل موارد مصر تم تخصيصها لصالح المجهود الحربي. ولكم ان تدركوا ان الشعب المصري في الوقت ده كان يعني بيخرج يجيب حاجته بالطابور. للناس هي القضيه بتاعت الوعي اللي انا اقصدها ايه؟ ان غياب المشاهده، غياب الحضور اللي بيتكلم غير اللي عاش، فانت عايز تقول للي بيسمع انت ما شفتش ده. لازم حد يدوقهم، يعني يدوقهم بالحكايه بعمقها، حجم الجهد والاصرار اللي حطوه المصريين عشان رفضا للهزيمه. وانا عايز اقول لكم ممكن يكون الكلام ده ادهش الاسرائيليين نفسهم، كانوا متوقعين ان الموضوع ده هيترتب عليه ان فعلا هيخرج من المشهد في مصر رئيس مصر. وهقول للناس في مصر تعرف ان كان انا في تقديري، ويمكن ستلاقوا طلح يبقى يعني ياخد ودي معايا في دي، انا كنت بعتبر ان احد عناصر قوى الدوله الشامله في مصر في ذلك الوقت هو شخص الرئيس. وبالتالي كان تحدي اخر في سنه 70 عندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر. ده كانت ضربه كبيره جدا جدا، وكانت قاسيه جدا جدا على وجدان الشعب المصري. النقطه الثالثه اللي عايز اقولها في المساله ديت، ان احنا كنا بنتاثر بالبيئه الدوليه اللي موجوده، وكان في صراع بين قوتين عظميتين، القوه متمثله في الولايات المتحده الامريكيه والقوه الاخرى متمثله في الاتحاد السوفيتي. لما انا اقول لكم ده دلوقتي، انت ما تقدرش، الجيل اللي معاش وشاف الحكايه ديت ما يقدرش يقول تاثيرها على مجريات الاحداث ايه. يعني كانت الى حد ما او الى حد كبير يمكن كانت بيقرر مصائر الدول على المباحثات اللي بتجريها هذه القوة العظمى اللي هي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. الكلام ده اتغير بعد 90 و91 وحصل حاجات تطورات كتير، لكن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده
كان ده ليه تأثير كبير جدا على استعادة قدراتنا وبناء قدراتنا اللي تمكننا من ان احنا نستكمل المهمة ونستعيد أرضنا. نقطة مهمة قوي انا عايز اقولها، يعني نختلف مش مع كل اللي بيتكلم عن الموضوع. لو عشت ودقت الحالة من 67 ل 73 هتعرف ان مصر مش انتصرت، مصر قفزت. ليه بقى؟ لما يكون في طرفين متساويين في القدرة وفي القوة، ومن ضمنها القوة المعنوية، المنتصر قوة المعنوية تختلف عن قوة المعنوية للمنهزم. فلما يكون القوة منهزمة وهي القوة المصرية في ذلك الوقت أو القوة العربية في ذلك الوقت، وحصل يعني تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش وخاصة قدرة الجيش المصري. الكلام كان بيتقال وده موجود مشاهديا في الوقت ده، اتقال مصر تحتاج 50 سنة عشان إعادة بناء جيشها اللي تم تدميره. إذن اللي يستطيع في ظل الظروف دي كلها بالكامل، هزيمة كاملة، إحباط كامل، فقد للثقة، غياب لقائد كانوا هم متعودين عليه بقالهم 16 سنة من 52 ل 70، وكان له يعني كان بيعتبر رقم كبير جدا في معادلة القوة بتاعت الدولة المصرية ويمكن العربية. كل ده ويستطيع الجيش ان يكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة، وفرق القوة الضخم جدا ما بين ما لدينا وما لديهم، لا ده ما كانش انتصار. انت بتتكلم على من اي منظور؟ انت الجسر الجوي الامريكي كان بينزل دبابات الام 60 في مطار العريش، ونلاقي الدبابات عاملة 80 كيلو 100 كيلو الدبابات اللي هي اللي تم تعويض طائرات الفانتوم اللي سقطت في معركة المعارك كلها المنصورة والمعارك اللي تمت في الفترة ديت، وتآكل سلاح الطيران الإسرائيلي في المعركة ديت بالمفردات بتاعت القوة اللي كانت موجودة واللي كانت هي في الوقت ده لصالح إسرائيل. تمكن الجيش المصري بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية انه يحقق. لكن انت ما تيجي تقول النهاردة ان يبقى فيه جسر جوي ضخم بيقول فيه ويتقال النهاردة، من احنا بنقول الكلام ده مش بنستدعي حالة من يعني، لا ده احنا بنحكي ازاي نفهم الحكاية. لما يجي النهاردة يقول كيسنجر في مذكراته ان كان القرار عدم السماح بهزيمة السلاح الغربي، يعني القرار على مستوى القوتين كان في حاجة احنا بنتأثر بها تأثير كبير جدا. وبالتالي بقول لكل من احنا كدولة علينا دور، ودور نعمله بالموضوعية، لان احنا عايزين دايما في تعاملنا بعد اذنكم ان احنا نبقى دايما الحق دايما ما حدش يقدر يعني يتغلب عليه، والصدق دايما ما حدش يقدر يتغلب عليه. فعايزين دايما واحنا بنتكلم كده عايزين تعرفوا الحكايه، ما ينفعش انك انت ترد عليها بعنوان تسمعه او بمقوله تتردد هنا ولا هنا، لازم تسمع وتقرا كويس لانها بلدك اذا كنت انت مهتم وعايز تعرف الحكايه. انا لما بقول انا كان في الوقت ده عندي 13 سنه سنه 67، والله انا فاكر كل حاجه اتعملت من شدوان لراس العش للمدمره ايلات لحريق الزيتيه
بلوزة ورمانة، أي بيان اتقال في الوقت ده كنت أنا موثقه، جايب جرايده وحاططها بالإضافة للي بسمعه والكتب اللي خرجت تتكلم عن الوقائع دي كلها. أنا عايز كنت أتمنى، أنا قلت الكلام ده مرة قبل كده، في مقالة، مقالة واحدة من ضمن المقالات اللي اتقالت، كان ضمن الخطة الخداع الاستراتيجي، كان كاتبها الكاتب الراحل المفكر العظيم محمد حسن هيكل، كان بيتكلم فيها عن محاولات الجيش المصري للعبور وإيه النتائج اللي ممكن تحصل فيها. أنا قريت المقالة دي، كنت بقرأ في الوقت دوت كل المقالات اللي بتصدر عن الحرب والصراع اللي موجود وحرب الاستنزاف ومبادرة وجز وكده. لما تقرأ المقالة دي، يا راجل بديها لكم دلوقتي، شوف بعد، هي بقى لها أكتر من 51 أو 52 سنة، لأن هي اتعملت في فترة ما بعد السبعينات، يعني بعد 71 72 في الفترة دي. لو جبت لكم المقالة وشفتوها وقريتوها هتعرفوا قد إيه حجم القفزة. والله لا أبالغ، مش عشان أنا مصري أو عشان أنا ضابط جيش، لا لا لا، ده ما كانش ممكن، ده ما كانش ممكن حد تاني يعملها إلا الجيش المصري في الوقت ده.